ترجمون ولم تؤمنوا له فاعتزلون دع ربه انها ولا يقوم مجرمون فاسر بما دليل انكم متبعون وترك البحر انهم جود مغرقون لم تلقوا في الجنات وعيون وزغ وعقاب كريم ولم تكن بها فاكين كذلك وورثنا قوم اخرين وما مكتنب السماء والارض وما كانوا منظرين وقد نجينا من اسرائيل من العذاب المهين فرعون انه كان عليهم من المسرفين ولقد اخترناهم على العلم من العالمين واتيناهم بايات ما في بلاء مبين ان هؤلاء يقولون ان هي الموت الاولى وما نحن هي الموت الاولى وما وحيد شهيد واتبع ما منا ان كنتم صادقين وهم خير من اقوام واتبعوا الذين من قبل ما اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وخلق السماوات والارض ولا يبين وخلق ما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون لم يحصل بقواتهم اجمعين يوم لا يظلمون لا يبغون شيئا ولا ينصرون الا هو رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره تسخن طعام الاثيم كالهم يهدي اغلي في القوت تغلي الحميم مسوى الجحيم ثم صبره خلاص من عذاب الحميد لقد كنت العزيز الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. يتم ترون المتقين من مقام الحميد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسودان والسماء رفعها وضع الميزان لا تطوف الميزان وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها باقية والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان بها على أوابك ما تكتبان خلق الإنسان مصرصان كالفخار وخلق الجان بمارج من نار بها على ربك ما تكتبان رب المشرقين ورب المغربين بها على ربك ما تكتبان رأس البحرين يلتقيان بينما ورزق لا يبقيان بها على ربك ما تكتبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان بها على ربك ما تكتبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بها على ربك ما تكتبان اسأل ما بالسماوات والأرض كل يوم هو في شأن بها على ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان بها على ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنسان استطعتم أن تفوزوا من أقطار السماوات والأرض فأوفوا لا تفوزون إلا بسلطان بها على ربك ما تكذبان أرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بها على ربك ما تكذبان. سلام ورحمة الله. تكذبان يا لا ربك ما تكذبان وما يدل سلاسا بأس ولا جان يا لا ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويأخذ منهم عصي الأقدام يا لا ربك ما تكذبان هذه جهنم التي المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا يا لا ربك ما تكذبان والمخاوف مقام ربي جنتان بيا على ربك ما تكذبان بما ينعني تجريان بيا على ربك ما تكذبان بما بكل باكية زوجان بيا على ربك ما تكذبان تكن على فرج البطان ومن السبر قوزان الجنة ريدان بيا على ربك ما تكذبان بين غاصر والطرف لم يكن كل ناس قبلهم ولا جاءان بيا على ربك ما تكذبان كأنهن لا قتوى المرجان بيا على ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بيا على ربك ما تكذبان ودوني ما جنتان بيا على ربك ما تكذبان ودامتان بيا على ربك ما تكذبان بما عينان أضاختان بيا على ربك ما تكذبان بما ماكت ونخلو رمان بيا على ربك ما تكذبان.
يا لا ربك ما تكذبان قبل ولا جان، يا لا ربك ما تكذبان ربك الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسها فكانت تبع بثها كل أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، لا من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوفون عليهم ولدان مخلدون. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يصدون عنها ولا ينزفون ما يتخيرون غير ما يشتهون حور عين ولو المكرون جزاء بما كانوا يعملون من أولى تأتيهما سلاما سلاما وأصحاب اليمين في ستر مخروط وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا يشاءون يشاء جعلناهن أبكارا ربنا أترابا لأصحاب اليمين ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخرين وأصحاب شمال ما أصحاب شمال في سموم وحبيب وذنب يحبوب لا بارد ولا كريم كانوا قبل ذلك مترابين وكانوا يصرون على الحد العظيم وكانوا يقولون إذا بدوا بدوا تراب وعظاما إذا بدون غابا وغنون ولين الأولين والآخرين المجنونين فيهم مالهم إما نكوا يضلون المكذبون لا يكونوا من شجر من زقوم مالؤون من الحكمون شاربون عليهم الحبيب شاربون شرب الهيب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وأنتم الخالقون هل قدرنا بينكم موتا وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وأنتم تمكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ورأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المدن أم نحن المنزلون ونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ورأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه القرآن الكريم يكتب المكرون المسؤول المطهرون تعوذين من العالمين الذين أنتم مدعون تعالوا أتقاكم أنكم تكتبون لولا إلى أمرك يقوم وأنتم حينئذ تنظرون. Thank you.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوي اعتدلوا، هذا المناكب المناكب خالد تعبان مسكين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم.
حلقة هاي. هناك أحسن. الله يشافيك. تعال آل عمران عشان نبتعد عن السماعة. نبتعد عن السماعة. طيب اسمع، أين وصلنا؟ صفحة كم؟ إيش فيه عبد الله؟ العالم ما تبغى تروح شفاه؟ عسى الله نحتسب على الله. نعم كل شيء له اجره، والشباب ما هم مجبورين. لا احد يطلع حافي ويدخل كذا. شوف اللي بيغير بطاريات ولا غير شيء ينظفه من الصباح، يلبس نعاله تكرمون ويطلع ويرجع. اما كذا يا اخي بدينا بدينا وين اللي بيقعد؟ ارجعوا كبروا الحلقه، كبروا الحلقه. ابدا يا محمد. لا يا رقم كم؟ ما حد يستأذن. احتسب لي أجل ما عندكم فقرات. سمعوا كامل. أقول أبدأ أبدأ. إيش؟ ما عندكم فقرات. يعني ماشي فقرات أساس نستأذن. لا اليوم ماشي. احتسبوا كامل يعني. ساحب 55 صح؟ اسمع أنا أقول يا محمد عشان حبيبي. نمشي المجيدين في القراءة خلهم يقرون من صف. لا نقرا من صف. احنا نبي كل حد مجيد كل حد. لا أقصد اثنين ثلاثة يقرون من صف. صح؟ الصوت يا طيب. محمد صفحة رقم كم؟ 56. أيوة تمام. صفحة توقع 57. سبعة وخمسين. ربنا آمنا. لا 55 قريناها. لحظة أنا المرة الماضية ختمت صح؟ ختمت محمد. أنا ختمت لين 58. محمد في ناس سبحان الله الحين صاروا ما يحضروا حلقات تحفيز، ليه تقسم عليهم؟ همهم المطعم والمشي ايوه الفلوس. قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. محمد رسول الله. ترى المثاليه الزايده ما لها احد. نمزح نمزح والله نمزح نمزح يا عبد الله. نمزح ورايهم الله يحسب. استغفر الله العظيم يا اخي رجل. ورايهم الله يحاسبه. والله امزح امزح انا اديتهم جايين جايين. عبد الله فارس يمزح خلنا بسم الله. عبد الله بدك نقسم عليه. ليش ما تجيب المسافه كبير؟ خليني اقرا اليوم سنكمل الجزء. يلا اقرا ولا تستلموني بس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه كم؟ صفحه 59. اسمع قرانا عندك اليوم قريت له بدون مسلمه. لا 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 الا الا قريت 58 56. ما كان ابراهيم. انا قرات ما كان ابراهيم. ايه ايوه 56 خلصناها صح. ايه الحين اقرا 57. 59 يا ابراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا. لا ما قرينا هذه. لا لا ما قرينا حقه بالباقي. احنا الكتاب عشان هذا اللي قراته انا. قرات 56 فلما احس عيسى منهم الكفر. 56 اشوف قلب معك. لحظه انا قرات ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قريت اكيد. والله ما فطنت هذه ما كان ايش لين ايوه انت قريتها. لحظه هو قرا اسمه لين الى لين والتوراة والانجيل.
بعده قرا شو اسمه ذا الين كنتم مؤمنين 49 49 انت كملت لاخر شيء محمد صدقني ها والله ما اعرف وش تقول ابدا ابدا كذا ولا كذا عليها الاجر يعني ما راح نختلف يا اهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقد غال وقد غالت ماشي وقد وغال الطائفة وقد منين يتبه وغال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وأكفروا آخره لعلهم يرتجون لعلهم يرجعون الله أكبر عليك أنت اللي تصحح لي لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم إلا لمن اتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتيه أحدا مثل ما أوتي أن يؤتى أحدا مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وسيع عليم واسع عليم يختص أكمل؟ صح ويختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم الله ذو الفضل العظيم نص صفحة ما وادي كمل خلصت احسنت هو من اهل الكتاب ما عندكم شغل عادي بس انا كلمتهم جايين عشان تقولوا جايين ومن اهل الكتاب من تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه اليك لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أحسنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كمل أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وإنا معكم من الشاهدين وأنا معكم من الشاهدين كمل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أحسنت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وهني الله وهي نفس المنطقة نفس الحرب. أنا سبقت بكسر يهدي الله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أحسنت الحبيب. جماعة الحلقة كيف كذا متكسرة؟ كسكروا الحلقة تخلوا فرجة للشيطان ليش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن 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 منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أحسنت بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفر
فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم ألا نأمل من الغيظ الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسوؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعلمون محيط وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أحسنت. بارك الله فيك الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس لك من الأمر شيء
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أحسنت بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بوركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فيسروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا وكيف كان ماشي واو كيف وكيف ماشي واو كيف كان عاقبة وكيف فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس والهدى وموعظة للمتقين ولا تهونوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم عالمون وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أن يمسسكم كأنه يلمسكم أن يمسسكم قرح فقد مس القوم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام فقد مس قوما قرح مثلكم وتلك أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذوا منكم شهادة والله يحب شهداء قولها بروحها شهداء هو شو متأثر حس يصيح انت لا ترد لا هو علق علينا ما بحد يرد على الثاني والله لا يحب الظالمين خلاص كملت هذا قول لا اقرا قول والله لا يحب قول قول شوف قول اختمها الصفحه بقرا انا والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين بس محمد ابو ملحم لا دقيقه من دفنا ترى له اجرين نذكر دائما نعم ترى افضل منه على فكره هذا كلام الله بعد الحلقه بنتكلم مو اليوم احس الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افضل منه
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد الا رسول ذي الايه اللي قراها ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم كثير انصدموا لدرجه انهم ما استوعبوا الكلام حتى عمر بن الخطاب سل السيف قال والله الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مات لا ذبحت قال ابو بكر قام وثبتها الله يقول وان كان محمد لمن كان يعبد محمد فان محمدا فقد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وهذه اكبر رساله للاسلام. الله يبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله. احيانا احنا نضحك او بعضنا يضحك على هذا كلام حتى لو انك تقرا كثير اذا ما تقرا كتاب الله يصعب عليك. نعم. كلام الله ما مثله كلام. مدرسة كاملة. مدرسة يعني مساعد لما يتعادي ترى لك أجرين. يوم يمسسكم ذكرت كلام المواوي فهمت؟ طرت في بالي من المواوي. هي هذه. فقلت سبحان الله لأني سمعت فلسفة يقولون أن بعض الأحرف وراء بعضها بعض الناس ما طلع عندهم بسرعة. فهمت؟ ذكرت ذي الكلمة لا أكثر. لا تذكر عندك سعد السبيعي تعبان وراح. في ناس تعبانين ترى راحوا ترى ولا قاعد امزح
شوف بقول لكم شيء. لا والله مزح. لا خلونا نتكلم. اي تعبانين وتعذروا والله تعذروا. سالتهم قال والله تعبانين وكلم محمد الذهلي يتعذروا منك. قول لا اله الا الله محمد رسول الله. اولا طال عمرك لا يتعذروا من محمد الذهلي ولا تعذروا من حد. اللي معه كل يوم يقرون قران جزاهم الله خير من أراد. ولا فيها من نقص، لكن اذا ابغوا يستفيدون جزاهم الله خير، اذا ما ابغوا يستفيدون نعم. لا اجروا في انفسهم يعني ما فيها خطا. لا 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 حريصين والله حريصين. دريت بشوف بقول لك شيء. اي بس احنا طال عمرك حياتنا الطبيعيه ما نسوي ذيك اليوم فهمت؟ لكن يوم ان فرصه يوم ربي اعطانا هذه الفرصه الحمد لله من فضل الله يعلم الله بالنوايا قمنا نستغلها لا اكثر يعلم الله ان شاء الله نطبقها بعدين. من تعود تطبق يا اخوه. لو تسمحوا لي انا حراهن على مساعد باذن الله. مساعد حيطلع من القريه او مساعد المساعد ها مساعد مش مساعد. لا لا احنا نقول مساعد. احنا نقول مساعد مساعد نعم. حتى في الاسماء بتجول. اسمع محمد الله عليك. لا حط له ضمه ابن داخل اول شيء علم نفسك وريح زين. يرد على مساعد. يرد على مساعد والله انت اثرت علي. رد عليك كل يوم ما يخلي حقك يجولوه منو كل يوم مش الارض وقف وما خلاها طران نجوم في السماء. اهل السماء يرون احنا لك حلقات ذكر نجوم على الارض ما شاء الله اللي تفوت الحلقه. هلا والله فزاه فات اشياء كثيره يعني انت الان بتروح يعني الان بتروح بعد 10 دقائق بروف دراما بالربعوش. يعني الان بتروح لو سويتوها ممكن تجي لقطه عندكم يخرب فيلمكم. لا لا صدقني الان بتروح بتروح بتشوف الشباب اللي ما حضروا الحلقه سلامات والله. بتقول له اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني بش بتحصل حاجه منهم. بس بقول لك شيء محمد بصراحه احيانا قد سلامات الله احيانا وقف تعال تعال لا تروح انت. احنا لو كنا نمشي على خط نفترض اليوم جزءنا. بس بعلمك شيء تعال امشي بيك انت تمشي. انا امشي ايش صار لك اليوم؟ ليلنا ليلا بس طقطق اليوم ماسك طقطق. احيانا ترى معليش عدم حضورهم لا يعني انهم مشغولين بشيء اقل، وهذا خطا ترى احنا احيانا نقع فيه مو بانت. انا اتكلم عننا كلنا. اذا شفنا اللي ما صام قلنا الله يهديه. ما تدري يمكن هذا يعني قد يكون شغله بامر انت لم تحسب له. انا سقعت فيها لين طفشت خلاص فهمت قصدي. الامر يعني بالعكس يعني والله بس ما بتشوف والله فلدي. سلامات. لا انا ترى بديت اتعب. قل لي صدقني مجيد ما بتشوف شيء لانه معطيني ابره انفلونزا. فابره الانفلونزا تخملك تخمل شيء. فارس بكره عندنا جوله مسج, مسج. بكره عندنا جوله مسج. والله لو انك مو مريض لو ان عندك بدري. لحظة من أمر من تعال لحظة الله يسوي لي فعاليات ترى تعبانة. بس لا ما خلي يا حول الله يا إيش غلط عطري تبي أي شيء تريد تسخو في المطار عطري تبي لحظة مفلح وين مفلح وين مفلح باقي تصير يقول حال ماشي. يا اخي هذا ده احنا ابدا هنا يعني اللي بيجي مطور يتابعونا وتنقل صوره غلط على حبيبي. شوف في مطعم لحظه في مطعمكم في المطعم لو لصقت هذه الامور لازم باذن صاحب المطعم. تعال يا شريك تعال تشبيه سمعتكم خالد محمد لا لا وانت انا ادري والله العظيم. شوف لانك انت تخطئ بس بعضهم يعتقد من سلامه قراءه ويعتقد يا شوف انا والله ليه اعذرك انا لانك انت تخطئ. الان بصوت عالي عشان الناس الاجابه. هذا بيتسوي روح انا ما انقل. ها انا سويت بس انت ماك حق. ليه ما لي حق؟ ماك حق تشيل خلاص. ليش اي محل هو باسم لحظه لو كان انا صاحب تميس طيب شله لا خلاص انا ساعه تصدم مطعم صح.
الإشاعة تصير مقامة صح؟ لا بس ما تقول تعيد الإشاعة تصير مقامة لا 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 خطأ خطأ تسويها خطأ خلاص خلها وبعدين بعدين تكلم أنتم لو تسوي إضراب على مطعم إلى الأحد والله ما تربح شيء يا أخي بتسوي إضراب يلا خلاص سوي إضراب ما هو اشتر تميس تعيش تعيس يلا يلا كاتب اشتر تميس تعيش تعيس معلق اللوحة على التميس والله شو هذه هذه الطريقة دي لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله ممكن يتدخل ثواني بس ما لي حاط تميس سوي إضراب والله ما تذوق هذا شوي سمع هذا ما يحق لك ما يحق لك معلش ها يا رئيس البلديه رئيس البلديه رئيس البلديه نبي قرار نبي قرار يا مني تعال 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 رجال تفهم صح ولا لا رجال كاتب على التميس اشتر تميس تعيش تعيس اشتر من الناضج تعيش ناصح هذا هلا صح طيب يا بندر ما يقول هالبند حاطه لوحه قدامك اسال عاقل لوحه انت تعرف تجي تقرا وخلاص ما تفهم كيف لو جاي في انطباع اي شخص من هذيله وماسك لوحه ولا سقف اصلا دقيقه مطعمكم محمد ترضى محمد ما ودي اقاطع تشوي تشوي سمع ما ودي اقاطع انتهى المرض إذن اللي ما ارضاه على نفسي ما ارضاه خلاص يا سلام عليك طيب صل على النبي اللهم صل وسلم عليك هو ايش كاتب كاتب اشتر تميس تعيش تعيش اشتر الناضج تعيش ناصح الله اكبر صل على النبي انا 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 ما ارضى انا ما احب لاخيك ما تحب يا سلام عليك الله يرضى عليك اجل ما عليك هذا نبي اجتماع رئيس مجتمع وخلاص لا لا بعد شوفوا والله يقول نسوي ضرب اذا تقدرون اسمع اسمع هذا موقف يعني شلون اقول لك اياه كل انسان غلط اسمع كل انسان غلط احنا نبغاك توعد اذا الرجال عاد الغلط خصم عليه لكن خلاص صل على النبي اللهم صل يا شيخ اسمع اسمع الربع اسمع على الشركاء تعال يلا لا لا احنا قلنا لا اسمع قلنا له كل انسان يغلط هذا اول شيء خلاص الرجال نزيد تعودها اخصم عليها من راتبه انتهت لا 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 انا بلادي اسمي شو صل على النبي الانسان ايش قلت يا ابو غني مو مجبور بكلام بنسوي اجتماع مو مجبور بكلام هذه لوحات اجتماعيه يا بسام 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 نقاشات بين هذه يا مفلح بيننا طيب ابشر انت شو قلت لك كم تكتب لها لازم تاخذ راي الناس لان هذا هذا غلط على المجتمع يعني مو ما غلط عليك احنا سمعنا احنا شاورتكم الاجتماع عشان نقرر هذا خطا لكن صل على النبي انا انا نراكم يا وجهه كل انسان غلط كل انسان غلط وش معناته يا الربع صل على النبي صل على النبي صل على النبي انتم استاذنكم مالكم 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 يا خلوني عندكم من دبلة ما كله طبته خاطر ما عليك يا رجال رجال غلط اجلدوه شوي على جنب وقولوا لها اللي تعودها مرة هو جاكم هذا بس اي لا عينه جنب كذا وقولوا لها تعودها والباقي انسى ابد ما لك لطيفه الخاطر يا عمر 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 بيض الله وجهك يا ابو العميس ما لك لطيفه الخاطر لا لا ما ادري ما ابغى علمني علمني لا يا حبيبي ايوه ايوه انا اقفل عليكم الباب انا ما لي علاقه باي شيء يلا يلا بنسوي منطقة زل ما عندي والله يعني انا شوف ايش ممكن اسوي ازلك اقسم بالله افا ما يبي يا الرميت خلاص من هنا الرميت الرميت في زد فرصتك لحظه 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 قحطه حق القريه ليش ليش ها ليش هذا الكلام ايش ليش حقت طلعت يا ما احلى نوره هو لا شمس الشموس يلا بنا نملى ونحل لبان القاموس يا ليلي يا ليلي لا يا عبد لا 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 والله لا والله لا 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 انت مسجد انا نظافه مكان انا قاعد اساعدك لا 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 بالله تكفى خلينا ننظفها لا احد يزعل فارس تعال وقتها ايوه شفت شفت انا اقدر بشويه تبغى اجيب لك ادوات النظافه ولا انت كذا فارس بجيب لك ما طلع شيء بجيب لك قفازات بجيب لك قفازات الله يديني امي لو تشوفني امي لو تشوفني ذحين تزعل اسمع اجيب لك قفازات الله يديني يا امي اجيب لك ايوه ايوه جيب لي جيب له يجيب لك قفازات بسم الله عليه ها 50 ريال زياده ليش ايش ليش ايش انا قاعد اكنس واغسل فارس لا فارس 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 طيب ترضى ترضى تكتب في محلي لحظه لحظه راعية صاحبة طيب سال سال بسام طيب دقيقه دقيقه بسام بسام تجلس اجلس اجلس انا بسالك سؤال وخلاص انا بس سؤال واحد سؤال بسام سؤال ورد علي
لا لا بدون مقدمات. سؤال، ترضى بما انك شريك في مطعم، ترضى احد يقول يكتب لوحه يقول يكتب مثلا اكل مكبوس تعيش محبوس؟ ما في لحظه لحظه لا بس بس لحظة رد بس علي رد بس علي رد علي يا اخوي، ما في مشكله اخي، ما في مشكله بس رد علي. دقيقه دقيقه، هذول اللي برا مو طيب، ترضى ولا ما ترضى؟ ترضى ولا لا؟ بس ليش ترضى؟ لا لا معك شركه ما ترضى. بسام بسام بس بقول لك شيء طيب، اللي برا هذول مو بسام. دقيقه ثواني ثواني، لا 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 ثواني 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 ثواني، بسام 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 قلت له انا شيء اليوم بسام. اصبر اصبر اصبر، تدري اني جاي بسام، انا ابغى يكتب على المطعم انت نفرات لا يشتري. بسام اصبر 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 اصبر، والله العظيم بسام قلت لك اليوم كلمه وارجع عيدها مره ثانيه، تراك تقاطع. انا ما قاطع، انا قلت تقاطع، قايل لك انا قلت لك كلمه ولا ولا ترى انا قلت لك انك تقاطع. تقاطع انت واحد المحلات. الشيء الثاني، اذا شافوها الناس، الناس انا ما معليش بس انت جالس تمثل نفسك هنا. اوكي انا مثل نفسي والناس عارفه ان سالفتي هذه، انها مو عارف. لا 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 لا، واحد اثنين عشرة خمسين الف خمسة الاف يا ولد، عشرة الاف. شغل البرية اللي في بخباك، شغله طافي، شغله بسرعة يا ياسر. طال عمرك تبي مويه تبي شيء؟ سلامتك بيض الله وجهك. اوضاعك تمام؟ تمام تمام، يلا الحمد لله. كم اللي يعرفون؟ 5000 10000 كم اللي يعرفون؟ الناس كلها اللي تتابع بداية عارف ان هذا برنامج ومزح بين الشباب وضحك. لا لا مني اروح مو بالدقيقة دقيقة دقيقة في الموضوع. هل انا اتكلم عن الناس اللي مع نتكلم عن الناس احنا في القرية وعندنا نتكلم عن الريجل؟ اسمعني من اخوك، انا داري عندك فكرة وكذا، وانت مقصدك ان طيب. انتم خربتوا علي في اللي انا قاعد اسويه وكذا وكذا. خله خله اترك تعالجي، مالك مالك منه مالك منه، راح يفتح. لا تفتح لا تفتح يا اخي، انا بشوف حل. هذا انا طافي اقسم بالله اني انقهرت. منو؟ اسمع اسمع، طيب انا بقولكم، انا ادري ان كلكم بتنصحوني وادري انكم كلكم فيكم خير وكل. انا ما سويت امر الا وشاورت اصحاب البرنامج كله. طيب هي مشكله، طيب شاورت وافقوني عليه يعني بسام. اذا هم وافقوني عليه هم عارفين نيتي وعارفين كل شيء. شاورتنا، تكلم بعقلانيه، شاورتنا، علمت الرجال هذا وقال لا لا شاورتنا. صل على النبي، ما عليك لا تقول لا لا انا وانا لحظه لحظه لحظه، صل على النبي. جيتني ابو غنى جاني مبتك، هو جاني تكلم باسم المطعم كامل. اي في ثلاثه ما كلمتهم احنا الحين، لازم اذا جت وحده مزحه ولا مبادره لازم اشاور الجميع. صل على النبي، بس 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 المطعم، بس من بس من بس ما تكلم باسمك انت، رد علي قدام يا شباب. في واحده بغيت تسلم معكم، لا 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 برا برا برا، قال برا. لا لا شوي شوي، على عيني وراسي يا صاحبي، يبقى على عيني الراس بس شوي شوي. خلاص شكرا لكم، شكرا. اسمع صل على النبي، اللهم صل على محمد. صل على النبي، جيت لي ذاك اليوم ايش قلت؟ ترى الدعوه كلها مزح، جيت كلها مزح. انا هذه بس انكم انتم تخلينا انا يا اخوي، خليني اتكلم يا اخوي، انت تخليني اتكلم ولا لا؟ خليني اتقاطع الكلام. طيب اسلم، انت جيتني ذاك اليوم وقلت ميدي مبلح، ترضى اني اكتب على المخبز وش عبارتك انت؟ وانت وش قلت؟ لا قلت ما ارضى. لا والله اني قايل ما ارضى، والله انك قايل شاور الاداره. قلت لا شاور الاداره، ابو شاور الاداره، ما عندك مشكله. طيب شاور الاداره، وفي نفس الوقت قال شاور. تدري ليش اقول شاور الاداره؟ انا راضي. تدري ليش؟ لان هذا زين ضعيف، يجي ليل ونهار يطول العمر، واخر شيء تكتب عليه عنده يا مفلح. الله يرضى عليك بالعقل يا مفلح، الرجال هذا جاي براتب سواء باع او ما باع، هذه نقطه. النقطه الثانيه، دقيقه خلوني اكمل اللي عندي بعدها بكيفكم. يلا النقطه الثانيه، اخوي انا اللي برا كلهم عاقلين وكبار وفاهمين انه لا جو قروا اللوحه. والله اشتريت ميسا عيش تعيس، واضحه انها مزحه من بسام عشان ايش انكم تعالوا لمطعمنا، واضحه قسم بالله انا مزحه. هذاك لو اني برا وما حنا برنامج وجيت وقطعت رزق الضعيفه، اروح اقطع رزقي ثاني ظني اني اقطع رزقه. اسمع يعني واضحه المزحه كلها انها مزحه وسوالف وضحك. انا جاي لصاحب المطعم نفسه وقلت له صديق ترى يبغى يكتب نفرات لا يشتري تميس، قال اكتب ما في مشكله. ورحت محل كارديال وقلت اسمع ترى بقول لا حد يشتري من كارديال، عندنا ساعه كبيره بالمحل، تعال اشتر وجبه وشوف الساعه مجانا، ياخذ اللي تبي. والحلويات القصيم جيت وقلت اسمع ترى بكتب الحلويات تسبب السوسه، عندنا حلويات شعبيه ام علي وذي، قال خذ اللي تبي. اذا العمال فاهمين نفسهم ان هذا برنامج حنا نمزح فيه ونضحك فيه، ليه اخوي انا ما افهمه؟ الحلويات تسبب السوسه، الحلويات تسبب السوسه، وانت بتبيع حلويات؟ لا احنا حلويات شعبيه. كيف شعبيه؟ ام علي ام عصب. هو في النهايه حلا ولا لا؟ هذا ام علي وعصب، هذا حلويات شعبيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا ترى مخطط خاطري عادي انا، بس شو صلى على الرسول، انا خربوا الخطه مع اني انا صلى على محمد. في اشياء ثانيه،
معليش سعيد لا 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 والله مره ما عندي شيء بس ابي ركز في اشياء ثانيه شوف امس مسكت قرب قرب لبناني في اشياء ثانيه بس المحلات ما ينكتب عليها يا انا عارف فكره عمر والله لو احنا برا عارفين فكره مزح بالعكس انا اسوق لهم بس عارفين فكره مزح بس ابي اعلمك بس ان هنا احيانا تكون وانا اخوك في رسائل مبطنه هي مزحه لكن الناس تستقبلها كلها اثر هذا شيء والله الشيء الثاني حتى ترى ردة فعل اخوياك كانت برضو مزحه انه لا احنا ما نرضى بالشيء هذا اقطعوها اقطعوها اي يتكلمون يهجون طيب خلي لما كمل يعني انت من عقلك يوم العيال يقول انت اخصموا عليه لا 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 ما يخصم ما على خصم خصم ادري ما في خصم كذا كل رده بس في هذه يا سعد انا عارف ان في بعض الكلمات ما يجوز ان احنا نقولها وفي عارف ان بس انا ما اسات اصلا يعني انها هذه واضحه اساءه او اني قلت كلام يسيء لي شخصيا انا مستحيل اجيب الاساءه على نفسي احنا نعرف انا دقيقه الانسان يوم يسعى الانسان يوم يسعى حياته يسعى للسمعه الزينه ولو ده يمسك عليه طيب لا اله الا الله وانا يا رب لك الحمد والله اني ما اسعى للشيء هذا بالعكس والله ان حتى اخوي انا لما واحد يذب علي كلمه اني اسكت واكتمها واضحك ليه لاني مستحيل اني اخسر خويي عشان طيب كلمه سؤال وبان الحين خرب المشروع مع اني لا 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 مكلم الاداره بس ومكلم صاحب المطعم وضحكت وعادي ما في مشكله طيب وتفشلت قدام الناس اني ما كملت فكر رايي ما انطلق طيب اسمع انت خليني اكمل كلام تبي تسوق زين يا اخي لا تقاطعني يا رجل اتكلمني قاطعني كمل لا تقاطعني ابد اسمع وين اخوك اسمع طيب انت تبي تسوق بطريقه حلوه انت تسويقك ذا غلط هذا واحد اسمع لا تقاطع تقبلها وما عندك مشكله راي انا لو اني مكانك بتقبل ما عندي مشكله زين انت جيبها بطريقه حلوه يعني روح لهم باحترام مثل اليوم انت يوم حنا نتغدى تحاسب اللي يجي لك اعطوني حسابهم يتغدون هذا انت اللي قلته والله اني ما قلت والله اللي لا هو انت اللي قلته اذا طلع في الاعداد اني قلته لا اللي انت حق علي والله ما حق اذا اني جيت لا خلاص عندنا فقره اسمع جيب عندنا فقره بعد تسويق زين بطريقه حلوه على الاسلوب ذا زين المتسابقين متجفلين منك هذا واحد معليش خذها مني وانا اخوك زين انت جاي هنا في ذا المطعم هي مغر كلها باقي 4 أيام أو 3 أيام وينتهي خلاص تفسخ الشراكة ويجي الناظر ميزادك باسم واحد ثاني صح ولا لا؟ أنت تستفد خلال اليومين ذا الجاي زين بطريقة حلوة حاول تجيبين طول عمر الزباين بس مو بالطريقة دي تكتب اللوحة على المخبز اشتر تميس تعيس ما تصلح تبي أعطيك إياها من الآخر الشباب كلهم من عارفين ان المطعم المفلح ميزادك يكسبه طيب وكلهم عارفين انكم مسابقه قسم بالله يلي بيجي ويتغدى عند مفلح انه ما يحتاج تسويق لكن التسويق هذا منه كطرفه ان احنا مسكنا المحل ولا اللي يبي يتغدى عند مفلح ويتعشى ويكسبه فلوس والله انه يجي بدون تسويق واللي ما يبي والله انه غير يروح للمحلات يقول والله انتم ما سوقتوا انتم ما اعطيتونا بلاش لا ممكن لا اخوياك اللي برا عارفين ان المحل المفلح يقولون كسب تدري حتى في المزح يا بس التسويق مو لازم بس وش احنا انه مطعمنا الاسبوع هذا لان الاسبوع الجاي احنا بتحدي الاسبوع الجاي اذا مسكوه ناس بيسوقون لنفسهم طيب سوق بس الفكره انا اسوق تراني ما سأت لحد واخويا انا قلتها وعيدها عاقلين وكبار وفاهمين اذا جو قروا اللوحه ممكن يجون ما فلح والله ما نشتري ليه بس سامي شو اسمه خلص تعيد الكلام انت تعيد نفس الكلام تعيد نفس الكلام الى الان ما طلعنا نتيجه ترجع تعيد نفس الكلام هذا كله فاهمينه انت سويت وراحوا وقطعوا انا قلت الزبده وكلها مزح اسمعني كلها مزح تدري حتى بالمزح لا 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 محمد ما يصلح ولا تجسس يا محمد حتى بالمزح يقدرون العيال يخسرون هو مزح العناد انت كذا لا 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 خليك كمل اقسم بالله انا بالمزح يقدرون بكره ما حد يجي اي بس مزح. مو مزح لا مزح عناد خسرني خساره هذه صدقيه انا بمزح معك تجيني يا بسام تقول انت وش كلمتها قبل شوي وش قلت انت بن دفنه وش قلت لها كلمتها قبل شوي وش لما تقول اتحداك تقاطع ما ادري ما تقدر تقاطع كنت قاطع ايه هو ايش بيجي؟ من باب مزح، انا بقاطك كذا بكره ماني بجاي، عشان تعرف اني انا اقدر امسك نفسي اليوم ماني ماكل من النار ما كنت يقدر يمسك مزح هي الحين كلها مزح حلو لكن في النهايه من بتضرر من المزح هذا؟ حلو. بكره لو مزحه بكره وبعده يومين طيب ما راح يجيك دخل وفي النهايه انت عندك سالب طيب بسالك يا سعد انت رجال وتمشي على رايك؟
هو مشكلته هو مشكلته ما يتقبل الاراء رايي ما يتقبل انا مشكلته مشكلته بس انا تقبل قسما والله ما تقبل انا تقبل تقبل ما تقبل انا راي بقول حاضرين بس 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 انا يا مفلح دقيقه دقيقه انت رجال وتمشي على راي احنا اخوانك صح ولا علمني دقيقه احنا اخوانك اخوان وعزيزين وغاليين دقيقه دقيقه ممكن سؤال انت رجال تمشي على رايك لا شفت مكتوب على التميس اشتري تميس وتعيش تعيش انت تمشي على كلمه المكتوبه ولا تمشي على رايك انت وانت خبرنا التميس يا بسام انت ترجع لنفس الموضوع مو هذا بسام بسام انت ترجع لنفس الموضوع نهايه الكلام طيب نهايه الكلام نهايه الكلام عشان عبد المجيد عنده فقره ودنا نوقف معه زي اتوقع هي مسرحيه بسويها اسلم على اساس نختم الكلام ما قصرت جزاك الله خير الامر الثاني انت تقدر تجيب اربع عشاء انت تشوفني اليوم كم متغدي مع كم واحد اليوم اي هادي هادي اي تجيبهم ايش رايك متغدى بس طيب على اساس ان نختم الموضوع وانا عارف انه والله كانت فكرتك خير ما كان مقصدك شر بس مو شر بسمع الكلام وفي النهايه ما كان مقصدك شر كان مقصدك خير بس على اساس الناس ما ودنا يشوفهم مثلا ويطبقونهم لان في بعضهم ترى صغار اعمارهم ما يفهم يا بسام والله ما يفهم الموضوع مزح انت ممكن يكون عندك مزح لكن عند غيرك يكون شيء ثاني صدقني خلاص يا رجال يعرفون بسام يعرفون احنا عارفين بسام وعارفين معدنا والناس والناس نفس الحكايه أبداً. بس لا المقصد بس هذا الشيء والمقصد برضو حتى العامل ممكن طيب. ممكن يقول لك اوكي فكرة التسويق لا ما بعدين بس انا بس ساعد بقول لك حاجه والله اني قلتها اللي بيجي يجي بدون تسويق بس وشو نحن انها زياده طرفه ومسحه وهذا خلاص نسويها مو مشكله سوي بعدين في حاجه انت بقلتوا اصغار وانتم صادقين لا 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 لما الاتصال مليد ادمع يوم نداك يوم عيد يا ولد المرايه مرايه بلا تنظيف خلا 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 اصبر اصبر لا لا الحين الحين تكفى تكفى والله لما الاتصال مليد ادمع يوم نداك يوم اصبر 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 خلا خلا وخر وخر والله اذا خل... ما تخلي الرجال يخق يحس انها 2000 2000 وذا الساعه يعني 2000 والحين 2000 ذا الساعه اي امسك امسك لا 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 تعال تعال فارس خلنا نظفها مليانه تعال يا مسلم تعال لا لا خلي بلفع السياره كامله ابلفع السياره كامله عشان لا تدخلها وسخ تلفع السياره كامله وش يبي لك خيمه بس بس بنوريك هنا هنا شوف وش اهم شيء عند الانسان اهم شيء عند الانسان وش اذاني اذاني لا بس ما عنده اذاني هناك ما عليك كل اذن هايفك اي بس بس اصبر بس خلاص سكت لا 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 مده مده دقيقه دقيقه مده 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 ابل فين تعال تعال يا ولد لا لا تكفى فارس فارس بس بس بنميز عشان القزاز امسح انقطع 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 لا مالك مالك انقطع والله انقطع يا ولد انت ابغالك خيمه تلف على السياره هذه من جدك انت لا بس عشان ايش يا حلالها ما صغر اذنها بس 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 باقي واحده باقي واحده خلاص خلاص لفه لفه صغيره خلاص خلاص والله لفه صغيره خلاص خلاص والله خلاص خلاص اي خلاص يا سلام عليك اصبر افحها كذا اصبر عشان ايش نمسحها صح عشان يشوف رايها يقول هذه سياره جديده بكياسها 2000 وذا الساعه بس الله عليك هذا انا شغلت مخي شفت كيف هات 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 يا اخي والله انا جهد تشكر عليه صراحه افرض يزيد لي 50 ريال بس محمد يقول الداوم من 8 اقول له ما في بث يقول لا الداوم من 8 لا وبعدين شوف دائما الغسيل ينتقدونه الناس فيه الاسراف في المويه وين الاسراف قطرتين مويه ونظفنا السياره البلا محمد يقول داومون من 8 داوم ايش يقول تلبسون اللبس من 8 ما توظف عنده قلت والله لو انه مو بهتار. طيب المتطوعين اللي مثلي ما لهم شيء الله يعطيك ترى معك فلوس زياده والله صدق ترى معك فلوس متطوع يا اخي انا الحين قاعد اشجع انا اخوي وخر انا اخوي وخر انا اخوي وخر
ما زعلوا يبا ما زعلوا ورديه يبا اليوم نحترمكم وتركيكم خبزة يبا الخبزة يبا الخبزة الخبزة يبا سكتين 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 تعال سكتين اليوم تعال 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 ها ها يا اخوي شفت كيف سويت فيهم شفت كيف سويت فيهم خبزاتنا خبزه عندنا خبزه تعال تعال ياخذ الخبزه تعال 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 يا اخوي تعال يا اخوي تعال تعال هنا تعال تعال هنا تعال هنا تعال هنا ايه والله يا اخوي والله يا اخوي تحملتهم تحملتهم يضربونك ويسبون ابوي تعال يا عود والله والله شيء جديد والله حيضربون اخوي من اليوم سعد تعال جيب نسك عيالك تعال سعد وبعدين بعدين اخذت الجمره حسبني باكو اخوي محتم منصمي انت سمعت منصمي تعال يا ابو غنى تعال يا ابو غنى شوف العيال كيف عيالك اخذوا خبزتنا ها عيالك اخذوا خبزتنا اخو ابو الجمره يسوني انا ولدي لا 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 واحد واحد طلبه طلبه يا الرجل الرجل ما يقصر تبي الخبز؟ تبي الخبز؟ لا ابونا سعد السبيعي احنا لازم نتكلم ابوك العين علمنا ابوك قل له قل له قل له علمنا ابوك قل له انت صوتك الامريكي ذا وش ذا؟ امريكي بس سعد احترمه بس سعد احترم مضيفتي احترم مضيفتي شايب شايب سكتران الخبز وين؟ الخبز انا اكلمك الخبز وين؟ ترى بكويك شو؟ مؤخر تكلم ذي؟ ايه تكلم ذي؟ جيب خبزة الرجال مؤخر هنا احنا الحين نتفاوض تفاوض يا رجل وخر وخر هناك اسمعني بذلني تفاوض الحين الخبز مو خبز خبز الرجل سم انا اشتك البارح وينك رايح تقول لي رايح للاستراحه تعال ايه. والله شوف انت ما شفت ايش سووا بخوي امشي والله ضربوه الرياجيل امشي وهنوه وسبوه وتسانا ساعكت يوم شفتهم جاوب يتسون اخوي وانا اخذ جمره واتسوي ومنحشوا انا اقول لك انت كبير عليك انا انت تفضح اخوك دايما انا انصح قلت لا تفضح من عند الرجل يا ابو هذا ما في اذكر الله في عندكم بدقار اثنين بدقار اثنين والله ما اخذتوهم قاموا ضربوه ضربونا يا ابو انا حاط لكم بدقار تعال شوف تعال تعال يا تلعب بالخبزه تعال شوف عطني عطني شوف 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 جنبي شوف جنبك شوف من الكوي والضرب انا مش جايبين فيني خبزة مني تاخذ الخبزة الرجال لي انا ما اخذ ما اخذ جلد اخوي قطع تقول منيف كذا حاط جارك ابشر ورا الخبز ابشر ورا بس اصبر اصبر يا صغير اصمت ما صغير اصمت سيدي سيدي وراك شيء هم ضربوا اخوي رحت فزعت دخلنا في قال ابوك في السيفي والله انا قايل لك سيفي قال سيفي انتم قايلين لي ابوك سيفي اسمع يا ابو اسمع يا لا والله لا 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 وارش وارش تبي نبسوي افتح ارفع رجلين ما عليه احمد ربك احمد ربك اصمت نبيطة والله انا هلية يا صلاح رسول الله ولا تفتح بوك والله انا نبيطة ولدي ما تبد اصمت 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 شوف شوف هذا من اي ميلي ترى قال بعد حص امكم اي قال اسم امي هو اللي قال رجل اخطر اصمت رجل اخطر عين خلق الله وانت ورعكم تفلتن علينا قم اجلس هنا يا ولد وش جابك عندي؟ ارمي ارمي بس 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 ما انت رافع رجلين انا تسوي لا تسوي احد انت 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 مصيبه شوف شوف ضربين بيتسون اجلس لاعبين فيه اجلس طيب ابزعلك ما خليك اخوي ابوك ابوك خله جمره هلا بيودونها انا اوديه انا انا ابتليت اشتري برعان ما ادري منين جوني افصله لا
أقول أفصل. أصمت. أنت تدري ليه دبيت ولدك؟ أنت تدري ليه دبيت ولدك؟ أنا يوم كان يشتغل عندي ولدك كرجال وأنا عازه. لكن يوم انك تجي لا تروح معه لا تجي معه انا كخاته الحين وش استفدت؟ صار اهبل صار اهبل بدل جاكيت والرسم هذا ابوك ابو غناء كذا اسمع اسمع لا يروح مال انت روح انا اتفاهم عدل يلا بسرعه اصمت يا صغير اوكي ايش؟ من هنا ايش تفصلون فيه سلك؟ ابا احمد افصل فيه سلك هذا ما هو ولده اقول افصل يا حزين هذا ما هو ولده اقدر لا هذا انا متبرر منه ما عاد ولدي يا امك امك تحدث يا حزين يابا بتجيبون هنا ضغط انتم يبي الحاش يابا يابا من انت اصمت يا صغير يابا اصمت يابا اصمت ولا حرب اصمت يا يابا يا عمو يابا لباطتي اصمت يابا فكر يا صغير يابا اصمت من اللي حذفنا هذا اصمت ما عاد اصمت يابا اصمت انت ابوي اسكت اقول اس ولا حرب اجلده عيب بلا همور بلا برعانا يا ولد هم الملقاط غسلت بارد والجمر ما خفت من اليوم طيب. بارد انا احنا تبرنا انا عبد المشيد رحت تبرنا انت وياهم رحت تتبرينا منكم كلكم تبرنا منكم دق امسكوا روح لا انا امسكوا يا كويس امسكوا صدق تعال سير اكو لا بارد هذا لا غسلين بارد ما في شيء وصيتكم بالورع ما مسكتوه استغفر الله العظيم والله اني ساكت واخوي صفقتوه ضعيف قلت وخايف تصفق اخوك ايوا دقيتهم اصمت هو هنا اصمت يا ابو حنا تبرينا من عندك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. امشي. هذا غير خاصم ولا؟ هذا مثل ما اعطيت ابوي. ها؟ حق المسجد. هنا ولا هنا؟ هنا ابوك. ما مطلوب هنا. لا هنا. الشيخ الهمر. خليه يسحب شمال. مساعد. تعال. دق ايه. شو سهوله؟ انا ادير الرجال ابوك ما جيب لك كان ديالك ابوك شو اقول فيك شو احنا ابو ملفي راح سيارتك ابو ملفي ليش احنا مدرب هم عالم يحبونا الله يهديك سعاد انا ابوان شوف زعلان خاطر يا رجال يبون يزعلون يا رجال يعني يا رجال قالوا لك الحين ايش بنسوي يا اخي اترك اخوي الله يرحم والديك لا ضربين اخوي ضربين هذا لحظه هذا ملك هذا لا تعال أخر. لا تمد يدينك الحكومة تكلم الحكومة تكلم انت انت واخوك شوف لازم نروح تعذروا منهم خلاص تعذر ويرجعوا هذول ترى ماشي ترى لو تسال اي طبيب عن احجامه ما يؤمن فيها لو تسال اي طبيب عن اي حاجه شعبيه مستحيل يؤمن فيها انا ما اؤمن بمساله العطر لا 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 العطر الا موجوده شوف هو احيانا ما توصل العلم الى انه يثبت هذا الشيء ولكن انا يا عبد المجيد اذا طلع بجرح هنا والله اذا شميت ريحه عطر يبدا يقول لك لا 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 فعلا معتقد داخلنا لا امننا به لا بقول لك حاجه يعني بدون ما حد يقول له تاثير اسمع لا ما له انا فيني نوم شربت قهوه انا مؤمن داخلي اني اذا شربت هالفنجان ما راح انام لو ما له هذه اوكي العقل الباطني انا مؤمن بالحاجه ذي ما هي مشكله بس فعلا ترى في حاجات بالطب الشعبي يرجعك فيك الحجامة أنا مثل ما قلت الحجامة وصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله العظيم أنا بنفسي صارت لي تجربة أسبوعين أتعالج علاج طبيعي عشان كان في آلام فظيعة يا رجل ما قدرت أرقد منها ظهري ورقبتي وظهري حلو شاورت دكتور علاج طبيعي قلت لها إيش رأيك أسوي حجامة بسوي حجامة قال لا تسوي الحجامة ذي خرابيط وخزعبلات قال لي كذا
مع انه نص عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو تسال اي طبيب برضه بيقول لك نفس الحاجه ذي. كل الاطباء كل الاطباء يلغون الحجامه؟ لا لا مستحيل. مو كل، بس انا اتكلمك بالمجمل. بس الكل يلغي مساله انه العطور إيه تتسبب في مضاعفات. الا الا الناس اللي لهم بالشعبي مثلا، هو اساسا جاء العطر على الجرح ما يسبب مضاعفات. لا لا بس الشم الشمم هذا اللي ضارب. لا 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 خير والله. زرت واحد من العيال مسوي عمليه زايده والله كذا كلام الدكتور، يقول محمد كب على نفسك عطر وتعال. مين اللي يقول لها مضاعفات؟ بالتالي انا مو معهم بها. تصدق بالله، تصدق بالله اني انا سويت عمليه خلع ضرس، عمليه فيها خياطه. بعد ما خلصت انا اتعطر بنفسي، مع انه في ناس قالوا انتبه انتبه يا محمد لا يسبب لك مضاعفات. والله اني انا اتعطر بنفسي. طيب حاجه يعني. شوف بقول لك شيء، شوف هو بالاصل، شوف بالاصل الشمم مسمى عند الاطباء انه التهاب. حلو، هو التهاب فعلا. انت اساسا اي عمليه تسويها اذا كانت مثلا جرح مثل ابو فوزان يحطون عليها زي المرهم اللي هو مضاد، وبرضه يعطون احيانا حبوب مضاد. حلو، فلما تتعطر تختلف من شخص لشخص. اذا انت على كلامك ترى هذا كلام واقعي، اذا هو حاط بعقل عقل الباطني شميت عطر فعلا بيلتهب. حلو، لكن لو هو حاط بعقل الباطني انه ما راح يلتهب، هو اساسا ما اخذ مضاد حيوي ولا ذا، ملتهب ملتهب الله لا يعوقب. شو عطر ملتهب راح يلتهب. هو ترى احيانا العقل الباطني صحيح احنا مؤمنين فيه، ولكنه احيانا يصير الطب ما توصل للنقطه هذه. ابعطيك مثال فعلا. لا مو توصل لها بس ما في تفسير علمي. اي ايوه نظام الطب اذا شيء ما له تفسير علمي ما يؤمن فيها لو انه صح ينكر. زين ينكر. ايه؟ انا مثلا مثلا بعطيك شيء الحين يقول لك حنا نعتقد ان القهوه منبه، مع اني انا اشربها اخر الليل وانام وانام. هذا عقل الباطن. طيب طلعت دراسه انا قاريها زي في صحيح غير ماده منشطه تسرع نبضات القلب. لا غير كذا، الان هذا الكلام صحيح بس انه متى وصلت الدراسه عشان تثبت الكلام اللي داخلنا اللي كان البعض يظن انه عقل باطن؟ وش الدراسه تقول؟ يقول لك انه في ماده تفرز داخل المعده، افرازها من الساعه 11 الظهر الى الساعه 2 الظهر، وافرازها من بعد الساعه 9 بالليل الى الساعه 2 الليل. الماده هذه ايش تبطل؟ مش تبطل، تبطل مفعول الكافيين. سبحان الله. اي فبعض هذه دراسه ظهرت. اي وانا قاريها من 11 الى 2 من 11 الى 2 ومن 9 الى 2. تبطل تبطل اي شيء ينشط؟ لا تبطل الكافيين. الكافيين الكافيين موجوده بالمنبهات كلها. فانت وش تلقاك تشرب قهوه تقول ما جاني شو اسمه جاني النوم. هو مو انه والله هذه يوم انهم لقوا لها تفسير صارت معقوله. فهمت قصدي؟ فصدق تلقى بعض الشيبان الضحايا تقهوى قبل صلاه الظهر. بس عشان ما اطلع من الموضوع بدنا نرجع تعقيبا على الكلام اللي هو الساعات. هرمون النمو ترى يفرز من تقريبا 12 ونص بالليل او في وحده الى 3. هرمون النمو حتى لو انك انت اكتمل نموك في لاعبين الحديد وكمال الاجسام اللي يبغى العضله تنمو عنده، اللي فاهم صح مستحيل تجي 11 10 بالليل الا هو راقد، لان لازم يكون راقد. ترى سبحان الله اذا كنت نايم عشان تنمو. اذا كنت نايم شوف لاحظ الاطفال اللي بطفولتهم كانوا يسهرون ما ينامون ابد خصوصا بالعطل، تلقى النمو عندهم ناقص. ليش؟ هرمون النمو يفرز فقط اذا كنت نايم من الساعه 12 ونص او 1 لين الساعه 3. عليكم السلام. ارحب. السلام. هلا عزيز قام. هلا. لازم تكون نايم. حلو، اللي كان بطفولته ينام صح معطي النوم حقه واكله صح تلقاه ما شاء الله وبالشباب عنده نمو بطل. حلو، هذا نمو الجسم، هرمون النمو بشكل عام، الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو. تمام. طب دقيقه نرجع لموضوعنا. وش كنا احنا نتكلم فيه؟ العطر. نتكلم عن الشمم العلميه والتفسيرات العلميه. في حاجات الحين بالطب ما يؤمنون بحاجه الا لها تفسير ونظريه، وهذا المنطق اللي هم ماشيين عليه والمنطق العام. لكن ديننا من معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام انه في معجزات اساسا تنافي العقل والمنطق، لو تروح تقولها الكافر مستحيل يصدقها. مثل الحجامه، الاطباء بنينها انه امتصاص يعني كريات الدم الحمراء لها. مش الدم الفاسد؟ دقيقه، كريات الدم الحمراء جايبينها من المنطق هذا، كريات الدم الحمراء لها معدل ريت معين من العدد كذا الى العدد كذا. انت لما تطلع الدم نقص من لترات الدم ونقص من عدد كريات الدم الحمراء، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهواء. اذا قال شيء يعني خلاص هذا شيء صح فعلا. سبحان الله، الحجامه مع انها تاخذها من الجلد
يعني ما مت ما تروح انت تاخذ من الوريد، الوريد اللي هو يجيب الدم للقلب اللي هو الدم اللي يحتاج اكسجينيشن، يحتاج انه ياخذ اكسجين وغذاء من القلب ومن الرئه. فانت من الجلد ما تدري هو من وين، هل هو من فين، من وريد ولا من شريان. فسبحان الله كلام الرسول يقول اللي هو عليه الصلاه والسلام تاخذ الحجامه دم فاسد، وسبحان الله ترى انت انا سويت حجامه مرتين، يمكن قد قلتها لكم قبل. المره الاولى عشان الالام اللي كانت برقبتي وظهري، كنت اسبوعين اتعالج علاج طبيعي والدكتور قال لي لا تسويها، سحبت على الدكتور وصملت وسويته واختفت. جاء من بكره، شوف بعطيك انت تخيل المنظر كيف، جاء من بكره ثاني واحد من العوال شرواكم قال لي راشد وش صار على الالام رقبتك وظهرك؟ قلت له والله ذكرتني. ما تذكرتها ناسيها من زود، قعدت اتمغط يمين يسار، انا من قبل ادنى حركه على طول رقبتي وظهري ما سويتها، قعدت اتمغط يمين يسار ما في شيء، الالام ما فيها شيء، النوم ما تاثر مع اني بالحجامه الاولى ذي كنت مسويها برقبتي براسي مركز آخر الرأس مركز يعني. النوم ترى هنا، انا ما سويته هنا بس سويته هنا حلو وفتحتين هنا هنا لا هنا وبوسط الراس، مع انه مركز النوم ترى هنا. المره الثانيه سويت حجامه، المركز اللي رحت له ما ودي اقول اسمه كويس وقادح، قال لي نفس الدكتور، هم عندهم طبيبين حجامه مصارع، قال لي نفس الدكتور ترى في دراسه هم يسوون دراسات وكذا، دراسه انه ما يحتاج تسويها هنا وتحلق، تسويها بنفس امتداد هذا هنا. تمام ازين عشان ما احلق تصير في فتحات، وانا اسوي ثنتين هنا حلو، ثنتين واحده هنا بالصدر، ذولي ثلاث وعشرة كواب بظهري متوزعه اكتوفي وظهري. هالمره ذي سويتها من باب انه سنه انه دم فاسد، ومن باب يمكن النوم يتعدل، مع اني ما جيت مركز النوم اللي هو هذا. اقسم بالله العظيم من بعد ما سويتها قعدت يمكن حوالي شهرين انام الساعه 1 بالليل، ما تجي الساعه 6 ونص الصباح الا لو بصحصح فول نوم ما شاء الله، ما ادوخ بالدوام لا رجعت اتغدى، تدري قيلوله كم والله ثلث الى نص ساعه، حتى ما هي بنومه تعرف اللي حق اللي استرخاء. ايوه استرخاء ريلاكسيشن. واقعد كل اليوم نشيط واروح النادي واموري كلها طيبه، لكن لما جت العطله وتخربط نظامي رجعت الوضع اللي قبل. انت تكلمت عن نمو لا نمو الجسم، ما سويت انت نمو الجسم من متى ينتهي بالضبط؟ ينتهي من عمر الى كم عمر تبي الماكسيموم؟ يعني اقصى شيء بعدها ما في امل 23 سنه. طيب نمو العقل متى ينتهي؟ ما ينتهي 40. انا بالنسبه لي صحيح ما ينتهي، بس ينتهي عند انتهاء قراءتك للكتب واثرائك لنفسك، وبالتالي قراءة الكتب متى ما استمرت استمر نمو العقل. لكن قياسا على العمر اللي راح يكون في يوم القيامة، عسى الله يحسن خاتمتنا. اللهم كم عمرك بتكون في يوم القيامة؟ في احد عنده شباب صح؟ 33. ايه كل الشباب 33. نعم قد قالها لي مدرس قبل، انه ليش 33؟ انه 33 اكتمال نضج كل اعضائك بما بينها العقل، لكن انت بعد العمر هذا تقدر توسع مو مدارك توسع المدارك دارك. المدارك وترى اقوى حاجتين توسع مدارك العقل. الحاجه الاولى بلا منازع قد قالها احمد الشكيري، تعلم اللغات، اي لغه، انجليزيه، توزيع المدارك، هذه اوكي هذه توسع، هذه الحاجه الوحيده اللي توسع المدارك. بينما تغذيه العقل اللي هو عن طريق القراءه، يعني فعلا تراها تغذيه فعلا. القراءه شيء عظيم على طاري جدا. على طاري الحجامه، انا قابلت حجام سويت حجامه عنده، صار لي نفس النتيجه هذه اللي هي قيلوله النوم روقان. هذا الرجل دارس بالمانيا، دارس الحجامه بالمانيا، انا عجزت استوعبها انه شلون هذا العلم يدرس في المانيا ولكنه اثبت هذا الشيء. المهم يقول ان بعض الحجامين للاسف يفسد الحجامه اكثر من اصلاحها. ليش؟ صحيح ايوه اسلم. يقول الان سبحان الله الجلد من الجلد الطبقه الخارجيه الى الدم الصالح اللي هو في العروق في 7 طبقات. الدم الفاسد مو موجود بنفس العرق، فيجيك بعض الناس تقول ماسكن ذبيحه مو ماسكن ذا، فيقول يجرح بقوه، فايش يطلع؟ يطلع الدم بالوريد او الشريان اللي هو الدم الصالح. ثم ايش يقول؟ يقول لك لا ما شاء الله دمك زين، فيقول خلى الباقي اللي هم تكون. يقول لنا سبحان الله الجسم لما ينتهي من الدم لما ينتهي من الدم الفاسد ايش يسوي؟ ترى خايف من العمليه، يرفع للطبقه اللي فوق، ثم يرفع الطبقه. انا اشوف يوم حتى يوم انتهيت اشوف المساله شو اسمه الفتحات هذه صغيره بس عبره بسالكم عندكم سويتوا شو اسمه
سويته بعدها. انا اللي اعرف انه كل 6 اشهر تسوي حجام. لا شوف فيها قويل حلو، قال لك اليوم دكتور، قال احنا سالناه قال فيها قويل، فيه يقال ناس يقولون كل 6 اشهر، في ناس يقولون كل سنه، في ناس يقولون لك عدد معين ما ادري كم، قال ان حجامه ظاهر 6 حجامات بعدها توقف ما عاد تسوي حجامه ابد. ما في شيء ثابت، لكن انت يفضل اذا انت عانيت بحاجه سواء ثقل نوم او مثلا مشاكل جسديه يفضل انك اذا ما لقيت حل بالطب الحديث تروح الطب الشعبي او الحجامه. ترى هم حاطين رسمه جسم عند هذا مركز متخصص بالحجامه معروف عندنا بالقصيم، حاط رسمه جسم في مواضع الحجامه، يا رجل الى كعب الرجل في حجامه، في حجامه العرق النساء، في حجامه للنقرس، في حجامه للسكر، في حجامه، في حجامه يا رجل للسمنه متصور. قال الدكتور قلت كيف يعني وش المواضع؟ قال مواضع الترهل يحط عليها الذا وياخذ. كم حجم الرسول يعني مره؟ طيب احد يعرف؟ الظاهر والله اعلم ما ادري، الظاهر مره ما ادري. جدتي الله يشفيها ويعافيها لما تعبت طبعا ما عاد صارت تمشي ولا جالسه، طبعا ما اكتشف عندها شيء، قالوا في الفقره الخامسه الظاهر في عندها مشكله. جبنا دكتور يعني معروف مشهور، جبناه للبيت لان جدي برضه اصيب بجلطه، جبناه مره جدي وجدتي دلونا عليه وجبناه. فش اسمه سوى الجدي كوي، كوى في يده واحده في يده واحده اخر داء اخر داء كي جلطه. ولما جاي يشوف جدتي طبعا ما علمناه بالتشخيص انها في الفقره، عرفت كيف؟ انت كلام سعودي كربان، انت ايش يبغى؟ عرفت كيف؟ اسلم 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 شو اسمها كذا شاف جدتي قال عندها مشكله في الفقره الخامسه يعني ما علمنا. هذا طبيب شعبي؟ عرف ايش اللي عنده؟ سبحان الله. قال ربي قلنا نبغى لها كوي، قال لا تسوي لها حجام. قال الكوي ما يصلح. طيب وش طلعت النتيجه؟ بعد الحجامه بعد الحجامه تحسن ما شاء الله شوي شوي. ما شاء الله اول ما تمشي جدي تمشي مشى على التمرين اسلم ايوه جدي بدا يمشي على التمرين الطبيعي بس انه باقي في الفراش الله يشفيه الله ترى مو اي واحد يسوي حجامه زي ما قلت ونفس كذا العلاج الشعبي في ناس ما هرى الله سبحانه وتعالى اعطاه تعال امشي تلقاه ما درس تلقاه ما درس ولا ذا بس هذا ربي يلهم ويخلي في عندك فراسة يسمونها وعندك من أغرب العلاجات. طبعا لا تنقلون عني ذا الكلام لأنه أنا ما أخذه مصدر ثقة يعني ما عندي مصدر. واحد من ربعي أمه كانت ما تمشي زين فقالوا لي مسفرها للتشيك عند أحد المراكز تشيك تخصصون العلاج الطبيعي تشيك أفضل مراكز العلاج الطبيعي بالعالم هم ألمانيا كان ما خاب ظني وآسيا الهند أتوقع كذا زين. يقول انه احد المراكز الطبيه اللي هناك يديرها رجل عربي عندهم طريقه علاج غريبه جدا 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 اللي هي العلاج بالسم. بالسم؟ نعم بالسم المباشر. طيب يعني يحقنون الدم يعني الان هو ايش المشكله؟ عدم وصول الدم الى بعض العروق انسداد بعض الشرايين. طيب السم ايش يسوي؟ اللي انا فهمته انه يسرع من حركه الدم من اجل الدفاع. سرعة الحركة هذه اللي أنت تسبب لك اضطراب الطبيعي هي مفيدة للي عنده جلطات ووقوف كذا. يحلف لي بالله أنه قامت أمه واقفة بعد فترة من العلاج شهرين ثلاثة شهور أنه قدرت أمه توقف. طبعا ما أثر على طيب صعب أنه أنا أنقل الكلام يا أخي أنت تأمل يا أخي ما أثر على جسمه الحين جبت لنا قصة أنت لأنه طب نسب جبت لنا قصة أنت العلاج بالسم ولا أقطع ولا أتكبو يمكن إحنا قد درسنا أنه من الحاجات اللي تصير بالجسم إذا صار مادة يعني دخلت مادة سامة أو مثلا حساسية أو تفرز مادة بالجسم اسمها أنتي هستامين هي اللي أعطوني إياها على شكل حبوبي من ذاك اليوم تقرصني اللي على طول عشان الدم أي هذه تفرز عشان المضاد يعني من الطبيعي دام أنها أفرزت يرتفع الضغط تصغر الأوعية الدموية فبالتالي يصير تدفق الدم أسرع سبحان الله يا أخي المتأمل الحين قلت لنا علاج بالسم وكيفية جسم الإنسان ومع ذلك وما أوتيته من العلم إلا قليلا وغير يعني شوف كل اللي وصلنا له يا اخي والله كل يوم نسمع اقول لكم حاجه بتنصدمون اول فقره مشروعي يمكن الغالب انها بتصير بكره ان شاء الله بقول لكم حاجه يمكن انتم عارفينها يعني شيء معروف
لكن أقسم بالله بفصلها لكم بعشر دقائق ربع ساعة والله العظيم أن تنهبلون. يمكن وقتها كل واحد منكم يفهيق وسبحان الله الحاجة ذي اللي حنا مستهينين فيها يصير فيها كل التفصيل ذا كله احنا ماخذينه باول محاضره بالمستوى الخامس. اقول لكم ان شاء الله يمكن بكره من الاشياء فقره تبع مشروعي من الاشياء العجيبه خلق الله والله يوفقك مشروعك يا برش امين وجميل احنا بيديك. من الاشياء العجيبه سبحان الله يوم انا كنت مع ابوي لاني انا اسال الدكاتره بكثره حتى من زعجه ومن كثر ما اقرا لاني اقرا واجي اقرا واجي في حاجه بالجسم اسمها الغده الزعتريه طيب وهنا مكانها عن ايش مسؤوله؟ اتوقع انه هنا مكانها احد اهم وظائفها هي تعلم اتقان الاكسنت اللهجه مو باللغه مو باللغه اي الاكسنت الاكسنت واضح واضح سبحان الله يصير تدفقها عالي من سن اتوقع من يوم ما تولد الى سن 18 سنه اتوقع او 17 سنه ابو رش اعرف زين ثم مرنا بالغدد وسني وفي غدد متعطله عند بعض الناس ثم تضعف 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 مره فتبدا انت ما تتقن اللهجات تبدأ تتعلم الفرنسيه مثلا وانت عمرك 35 سنه الاكسنت صعب بس صعب انك تتقن زيهم بينما اللي مثلا تلقى ولد صغير تنقل بين ثلاث دول تلقاه متقن لكل زي اللي يعيشون هنا في السعوديه ويطلع لك ما شاء الله يتكلم اللهجه حقتنا اجل اذا لك كذا لجوني ورعان بعدين ان شاء الله بخليهم يتعلمون انجليزي وهم ورعان ايه هذا صح والله جد انا ترى الحين انا حاليا الاكسنت حقي اللي عندي ترى مو ذاك الزود يعني لما انا اتكلم احاول يعني شلون استكنن يعني ادخل الاكسنت ذا غصب يعني ما تيجي عفويه سبحان الله بس هل الغده الزعتريه هذه غده او غده الزعتريه اكتشاف من اللي من الناس اللي اكتشف هالمساله وانها هي اللي متحكمه في هالمساله شوف فيه شيء عند الانسان هو ذو حدين وحتى بعلاقتك مع الله وحتى بعلاقتك مع العلم حتى وشو الطمع طمع اي ترى الانسان الطمع مسمى السلبي وشو ذا المسمى الايجابي الطموح والسعي تطمع انك تتعلم اكثر وتطمع زياده إيه. يعني انا الان تعلمت الغده الزعتريه اوقف ما مو على كيف مو على كيف اصلا اوقف تلقاه يبحث وشلون هذه ترتبط بالغده الفلانيه فوش ينتج عنها هل ممكن اننا بعلاج الغدد هذه نعالج المرض الفلاني فيبدا يزداد خصوصا تعقيد كلامك تاكيد الكلامك خصوصا ترى المجال الوحيد بالعالم اللي ما له نهايه يمشي 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 ترى الطب ما يوقف ومع مستحيل ذلك ومع ذلك الى ان تقوم الساعه وما اوتي الوحده يطلعون يا رجل طبعا انا كانت بدايه تطوع انت احنا تكلمت إيه انا اقول لك وش الموقف اللي خلاك الموقف محمد صديقي كان محمد الحيط طلع من البنك وجاء برنامج الكيك وقعد اشتهر مع الناس اللي اشتهرت وقاعد ينزل مقاطع والرجال عرف فراح مع الشباب المشاهير صاروا يروحون مستشفيات عمالة التطوعية عمالة التطوعية هذه كل بجميع أشكالها طبعا محمد أنا وياه على تواصل انقطع فترة وانقطعت وخليت البنك بديت أشتغل في العقارات كلمني محمد مرة قال بندر أنت عندك عدد كويس ويا أخي دامك تعس وبس بالاستراحة وأوكي عندك شغل دوام ولكن فيه أوقات أحيان ساعة نص ساعة تروح معنا تسوي خير تعمل رتويت تنزل حالة إنسانية تنزل تستفيد يا أخي أجر وخليك عيش حياتك طيب أعطك طقطق عادي وهذه بداية تكلم محمد النحيت وقال لي الله كم زاد فلورزك طبعا نفس الـ على رتمي الاول عادي ما عليه لكن انا بديت بالعمل الطوعيه وبالعكس انا استفدت منها كثير انا كم واحد انا ممكن عمري يذكر يعني دخل مستشفى بسبب ان احنا نزلنا تغريده ودعمناها بالتويت ووصلت للمسؤولين كم واحد المديون كم طبعا هذا في بدايه البرامج بعدين كثره الاشياء هذه كل واحد يجيك على يدين على يدين على يدين صرنا لا نهتم بالاشياء الانسانيه المرضيه يعني اكثر من الدين اي اكثر من الدين دين كل الناس لها دين بس هذه بدايتي عام يمكن عام 2013 انا بس بدي شوي الاعمال التطوعيه ضو شيء انا كنت قبل اروح داوم ارجع استراحه حياة عادي كاي شخص يعني لو انك انت انسان دكتور طيب اوكي تستلم راتب كل انسان يستلم راتب هذه معيشه عاديه وش سويت لحياتك ومجتمعك صح ما في سواء انت موظف بسيط او وزير او اذا انت ما سويت شيء ما تحس انك كيف الاعلانات كانت في حسابك هاي الاعلانات لما تسوي اعمال تطوعيه وتروح زيارات وتحس انك اليوم سويت شيء انجزت يا اخي لما تحس براسك المخده يا اخي تحس انك شخص مهم في المجتمع تحس انك سويت شيء اثريت تحس ان المجتمع استفاد منك مو شخص عادي لو عندك مليون اصلا بتويتر ولا بالانستغرام
إذا أنت مالك بصمة في مجتمع إيجابية خل الإنشاد خل الشعر خل يفتخرون فيك. إيه نعم إيه نعم. إذا مالك بصمة قبل كل شيء أنت تفتخر بنفسك. إذا مالك بصمة يا أخي أنت أقول لك والله إني كنت أنبسط لما ما كل إنسان عنده أغلاط، لكن لما أقول لك تسوي هذا الشيء يا أخي تنبسط، تحس إنك أنت إنسان سويت شيء. يعني لما أجي أنا أقول إيش سويت في مجتمعك؟ تقول ما سويت شيء. طيب ليه؟ مش أنت عايش له؟ أوكي كلنا خلقنا لنعبد الله، بس لكن لابد يكون عندك أشياء إيجابية في مجتمعك. السلام يا أبو محمد. أنا بالنسبة لي أول يوم دخلت أول يوم دخلت في هذا المجال، الواحد على مجاله، يمكن قلتها في المشروع، كانت الوالدة معطيتني القصة أنه ما كان ودي أصلاً أني أودي هذا الصحن. سبحان الله أحس أنها تسخرت لي أمور كثيرة بسبت صحن وديتها إلى إنسانة فقيرة وكذا. فجالس أفكر بنفسي أنه لو استمر هذا الموضوع. وقتها كنت موظف؟ وقتها لا، كنت طالب جامعي أذكر. فقلت لو استمر هذا الموضوع أني أسوي هذا الشيء، ربي ترى بيفتح علي أمور كثيرة. دخلت في أذكر في التويتر، ما أدري عام 2010 أو 2011، كنا مجموعة كبيرة. كانت بداية 2011. أي بداية 2011 تقريبا أو 2000 و... المهم شو كنتوا تعرفون بعض؟ من تويتر قوة يعني. بس كنا نتبادل بالتويت جروبات. طبعا تدري على قطعة ورد عمر تدري كان اللي عنده 50,000 30,000 قوي ذا مشهور هامور قوي يسوي شيء ما حد يسوي. فكنا نتبادل بالشغلات هذه. أول بداية كان فيه يعني المواقف الإنسانية، شخص مثلا محتاج كرسي، شخص محتاج سرير، أشياء بسيطة جدا، ولا تحت مظلة رسمية ولا شيء، أشياء بسيطة كنا ننزلها بدون طبعا لا أنك تطلب منه شيء ولا. أنا كنت أنبسط من الدعوة، كنت أستانس، كنت أفرح لما واحد يقول لي رح الله يوفقك. هذه بالنسبة لي تسوى عندي فلوس، تسوى عندي أشياء ما تتخيلها. أرجع أحس بشعور أتلذذ فيه. استمريت في هذا الموضوع، بدينا نكون جروبات، بدينا أنا وبندر ندخل في مسألة أنه لازم نكون شيء نسويه. فسوينا حملات. أول حاجة صارت زيارات للمستشفيات. مستشفيات في الرياض طبعاً، مستشفيات في الشمال، حساب خاص أو من حساب ناس يعني يقطون في الغالب على أساس الواحد برضو يكون صادق. كانت في كثير منها من أشخاص من رعاة، يعني يجيك شخص يقول لك أنا اللي أنا بسوي كل حاجة ولا تقول اسمي، والله يجزاك خير. فكنا ناخذ هذه الأشياء نسويها. طبعاً هي ترى على فكرة هذا شيء يعني في الغالب أنا ما عرفت إلا متأخر، ما هو برسمي، المفروض ان احنا نكون تحت مظله رسميه. لا 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 شوف، المظله الرسميه اذا كنت انت تجمع اموال تجمع شيء، لا لا هذه اشياء احنا بسيطه احتياطات احنا نقدمها احتياطات يا بنت. اي نعم، المظله الرسميه ضروريه طبعا، بس لكن الاشياء البسيطه زي هدايا للمرضى بامكانك انت تتكلف فيها، ما هو لازم تكلم احد. شوف شوف، ممكن انت تحط صوره شخص مريض وتحت رقم حساب اساس، وانت على نيتك يطلع كذب، عرفت، يطلع غلط. استمر. لا، ما تنزل شيء لين تتأكد منه تروح. بس مثلا حالة إنسانية تحتاج العلاج، في أشياء صح مثل ما قال صالح، صرنا استمرنا على هذا الوضع، صار جروبات كبيرة، صرنا نسخر هذه الجروبات إن إحنا نطلع المستشفيات نقسمها. صار في تواصل بيننا وبين المستشفيات بشكل رسمي بخطابات رسمية، سواء كانت في مكة، سواء كانت في المدينة، سواء كانت في الجنوب، سواء كانت في الشمال. صاروا يتصلون عليك، السلام عليكم كيف حالك، إحنا محتاجين. تخيل انك تدخل على مرضى سرطان، تتغير نفسياتهم. مو على كذا، في بعضهم، وهذا المفروض اللي احنا نوري ان اعوذ بالله من ابليس انه نعلمه للناس، حتى اني كنت بتكلم في المشاريع، في بعضهم يحبط المريض. اوه انت فيك، لا بعضهم يجي يقدم لك اذن قران والله صدق، او والله العظيم، او غلط اعوذ بالله كتيب الجنة، أو عفوا اللي هو كتيب اللي هو أعوذ بالله من إبليس ما قبل الموت. استغفر الله. تدري ايش كنا نقدم؟ والله بلاي ستيشن، عبادات، ايفون، يعني أشياء عندك أمل في الحياة، أمل في الحياة. ما تقدم لها أوكي، احنا عارفين الشيء ذا، لكن أنت هذا محتاج دعم نفسي. وأصلا ما يقارب أكثر من 50% من علاج السرطان أصلا نفسيا قبل ما يتقبل العلاج. يا أخوي حتى لو مو مريض، أنت الحين رجع صاحي ما فيك العافية، جيتك وانت شاري سيارة، قلت لك وهي زينة، قلت لك يا ولد والله شكلها مو بزين، لو اصطبها مو بالشكل ذا، إيه؟
انت بنفسك تضايق وتحبط. ثاني يوم طبب المعارض. طبب المعارض ما بالك بشخص تدري عاد ابلق اكمل عمر بس تدري بعدين صار وش احنا ما صرنا صار هم يكلمون المستشفيات عندنا احنا مثل عيد الفطر احنا عندنا احتفاليه ثاني يوم نبي يكتجون ونروح والله احيانا اذا كنت موجود في الرياض انا اروح ولا احيانا وتاخذ شهاده شكر احنا ما همنا شهاده الشكر بس والله الذي سامن اللي على وجهي ولا والله ما بيعطيني لا 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 انا بقول العالم هذه شهاداتي انا شهاداتي عند ربي الله اقسم والله بالعزة والجلالة يا صالح وانا مسؤول أما يعني قدام كل كلمة جالسك اقولها وهذا النعمة قدامي ما اخذت مبلغ في هذا الاشياء يشهد الله علي من دخلت هذا المجال مسألة تطوعية وكذا كنا نضرب مشاوير إلى الجنوب ونضرب مشاوير إلى الشمال ونضرب مشاوير وبسياراتنا خاصة والله إني كنت بس أنبسط وأفرح لما تكون فيها دعوة أنت تذكر حملة الفروة تعبنا فيها برد والله استمتعنا بعدها انتقلنا عاد إلى الأشياء الرسمية صاروا هم يتصلون عليك هم يكلمونك إنه نبغى كذا نبغى كذا نبغى كذا صارت حملات بيني وبين بندر وبين محمد النحيت وبين الشباب مجموعة صرنا نطلع جروبات كبرت المجموعة بعد ما كانت صغيرة كبرت الحلقة كبرت الحلقة إلى جروبات إلى 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 وهذا هي يوم تقولون الفروات وذي العام في الربيع حنا في مكان يا ولد مقطع في الشمال في آخر الشمال تدري رحنا العام في يمكن 60 كيلو أقرب ديرة و70 كيلو والله أنهم على سياراتهم يوزعون على العمال على عمالنا كل هذا العام حنا اللي في الشمال عند الحفار وهنا هذا كانت تبع جمعية خيرية في ملاجة متى؟ طلع واحد منهم يعرفنا يوم شافنا متى؟ عشان ما نمسك قبل الوقت. كم؟ الحام في الربيع احنا العام هو اللي وزعنا فروات احنا اللي وزعنا فروات لا هذا كان جاكيتات الظاهر المهم انها نفس الفكرة فأقول لك شوف وين دقين مشاوير في ذا البر أنا طبعا هو كل والله يجينا ناس بعض العمالة انه مع يا ولد كأنك نازعي من السماء برد ولا عنده لب ما في لب ما في ترى ما يدفي بالبر اللي في العشش في حفر في العشش ما عندهم شيء عطنا بدايتك يعني. بدايتك انا شخص كان ما عندي جوال ابدا متى بديت بالسوشيال ميديا جوالي كان اتصال احنا لا متى خلي السوشيال ميديا وشهرتك اشتريت جوال عام 2014 انت اشتريت جاني هديه ما اعرف له حلو جاني هو ما اعرف له ما اعرف له ابدا بدون ذكر له اي ما اعرف له وكنت حاطه بس اصور فجوني العيال وخيف في 2015 قالوا فارس قال نزل برنامج جديد وحلو نزل انا ما اعرف انزل اي برنامج انستغرام ما اعرفه اوه خشيت في العميق على طول ما اعرف له ما اعرف له شيء اسمه جوال يعني تعطيني جوال لمس ما اعرف له قلت طيب ايش السوق قالوا بس خذ اللهم صل محمد هذا البرنامج تنزل صورك ومقاطعك والناس تشوف يعني نزل كذا بس اسمع لا ما كنت اعرف لا صور ولا شيء قالوا ممكن ايش ان الله يكتب لك رزق فيه من هذا الكلام كنت ما اعرف له بس ايش تبون فيه قالوا نزل عنك منشد شيلات انا قلت خلاص اوكي والله وجهي اتصور صوره وجهي تنزلها ما عرفت حزريت ما اعرف له وش اكتب ما اعرف رحت عند احمد اكتب لي هاشتاج مشاهير ما عرفت هذه لايك كومنت السعوديه الكويت الدمام انا نزلت ثم حذفت لا ما عرفت خليت حسابي محذوف نزلت صوره واحد من اخويا صورني بكاميرا قلت ارسلها وانزلها حتى اشوف الصوره كاني ما ادري كيف جاي بعدين نزلت مقاطع اللي والله ما شفت فيه وصلت 10,000 اتذكر 10,000 بعدين وقفت جاني سمير وكنت انا وسمير وقت انا 8,000 او 7,000 سمير بشير اي شلت انا وياه شيله ونزلت على ترى انت صوتك حلو ليش ما تشيل انت؟ اسمع ونزلتها وقف حسابي اسمع وقف حسابي 10,000 محتاج انا وياه بعدين كل من جاني قال لي يا فارس والله ما انت طالع محبطين اي والله يا ولد يا عيال انا ابغى اوصل تخيل كنت اقول له اجلس والله صالح شوف الله يسعدك كل كلمه اقول لك تجلس يا ولد انا ان شاء الله الله يكتب لي اوصل 100,000 واصير مع العالم كذا جاء واحد قال والله يا فارس ما توصل بهذا النص وش عندك تقدم مرشدي في احسن من صوت تحسب صوتك زين يعني كلهم بدوا كذا على طول كلهم احباط بعدين اصلا الاذواق ما يفدها هل كل الناس بتحب المنشد الفلاني لا لا اسمع يوم وصلت 10,000 في 2015 على نهايته كملت في السناب شات سنه جوني العالم قالوا نزل سناب شات سناب شات عوض القطيع طبعا ما كنت انزل مقاطع كلام بصوتي في الانستغرام ابدا والسناب كذا كنت صور ومقاطع بدون ما اطلع صوتي تخيل بس وجهي بدون ما اتكلم كنت استحي كنت اروح عند اخويا اللي عنده 300 400 انا 200 قلت لهم يا عيال انشروا لي منشروا لي ابغى اطلع ملا اللي يقول لا والله ما انشر لك اللي يقول لا والله عندي ناس خاصين اللي يقول لي انت ما تعرف له اللي يقول انت بتجيب لي العيد اخذتها درس
المهم واعرف ناس من اخويا مشاهير كنت اجيهم اقول يا عيال انا ابغى اوصل وابغى ذا، قال ما نقدر والمنسق حقنا موقع مانع فود. كنت هذا عبارة المشاهير وعبارة اي كثير. كان يا ولد كان يقولون المنسق كاتب مانع عقد ما نقدر نوقع لك عقد. قلت انا غبن اخويكم يا ولد انتوا اياه، قلت انا اوريكم. المهم بديت انزل في السناب شات مقاطع، الا والله السناب متفاعلين 1K 2 ايه وصلت 10,000. انا انجلطت عرفت، تنزلت سواليف وقصص وذا. دقيت على سمير، سمير كيت كيت كيت، قال استمر على من تعرف. قال لي يجيني ناس من اخويا في انستغرام، قالوا زي ما تنزل في السناب الله يرحم والديك نزل في الانستغرام. حلو، خلي الشيلات على جنب خلاص، نزل زي ما تنزل في السناب نزل في الانستغرام. المهم توظفت وظيفه، تخرجت من لا توظفت، اذكرني توظفت الوظيفه الاولى ما زبط فيها ثلاث ايام وطلعت. ثلاث ايام يداومون الساعه 12 الظهر. لا 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 خله خله خلاص. اول يوم دوت يغمى علي من جدك، فقعدت ثلاث ايام فصلت، بعدها قلت خلاص ما في امل. وبعدين جابوا يدي كل يوم قال والله ما عاد اصرف عليك ولا ريال. خلاص قلت ما عندي امل الا البرامج، اني اشتغل على البرامج عشان اصرف على نفسي بس، فهمت امشي اموري انا. والله انزل اول مقطع كان عن الزواجات، والله يا زواجات الاجانب بنفس، زوجتك نفسي زوجتك نفسي اذكر ايه يعطيك ذا يعطيك ذا ويجيبون ويرعون سبحان الله بنفس. هذا اول مقطع نزلته، نزلت والله ما انسى الخميس، الجمعه اللي جوالي كل اتصالات وش في، قال خش على حسابك خش خش خش. اخش من 12,000 40,000 مقطع، تخيل من نزله اكثر من 33 حساب. يا عمي مشاهير نزلوا ابو تركي ماخ ماخ وسط صدرك هذا كله نزل. انا انبسطت عرفت، هذه تحفيز. وانزل بعده مقطع والمقطع الثاني ويضرب حق اللي طلعت يوم دقيت ال 100,000. وش استفدت منه طيب؟ تدري الغريب في الموضوع كله وش هو؟ اني ما في حياتي احد يدري انا وين، هذا هو الجلطة. طيب وش استفدت منه؟ ايش استفدت؟ انا بشترك يعني مثلا عندك اي مشكله تصير انا اول واحد اخش فيها. حلو، مشاكل ايش؟ زي مشكلة حقة الفضائح، من الفضائح نخش فيها. كيف فضح؟ يعني أحد فضح مثلا شخص أو شخص معين، مشاهير يعني تقفلون حسابه وتشوف. أنا ما أتعامل مع الناس هذه، أتعامل مع المشاهير أسمع. اللي أنا حقد عليهم عرفت، اللي يجوا يفضحون فلان وفلان وفلان. شغيره قفلت. مريض واحد والله أرسل لي في السناب وقال لي أبغى يعني تزورني ما تزورني، رحت زرته. حلو. واحد مرة عزمني في مكة قال زواجي ما زواجي وتكفى تعال الله يحييك، يوم عطاني القصر ورحت له طلع مو زواجه ما مقلبني، ندمت بعد ما صرت اروح لا مستشفى ولا غيره. أه. توبه والله رحت سلمت مبروك الزواج عرفت، قال لا شكرا. اكبر كعبه اكلتها في الحياه، مسوي مزارق طيب انا وانا وجهي اسلم. وهو لازمك اي سوا في منك ايش؟ سوا في حقت حسبي الله عليك. وقتها كنت مسافر والله، كنت جاي من اغلبها ترى اغلب اللي يروح زي مثلا الاعمال الطوعيه بالعمال الطوعيه اسويها بس حركه بس نام احد ما تبي قراء لا والله ولا فارق فاشار قعان اخي لا بسم الله الله يرحم والديك يا اخوي ترى دخلنا جو اسلم الله اخي لا لين فاتت السلام يا سلام السلام يا مفلح. ايش يقول انت سالم؟ ايش يقول عسانا ننزل؟ عسانا ننزل احنا واهلنا، عسانا ننزل احنا واهلنا واهلنا
وهل مظنون عين ينزلونه وهل مظنون عين ينزلونه شو اسمه محمد بالرفقة ولا يا والتي والنادر قرارك يا اخوي قراري عكس السير انا اشهد انا بشوف من الدين بشوف من الدين اللي يمسك الوزن واحد اللي بيحوس طلعت ام على طاري مسحوب في قصيده سعد بن جدران في قصيده سعد بن جدران عادام احنا في جو المسحوب شليتها يقول ما يصلح تشيل وانت مزكم انت مزكم والله يا اخي زكمه ولا ينعدم صوتك يا سعود وضعيت وترويش سويبه ما صاحب من وراء عشرين طلابي يا سعود وترويش سويبه ما صاحب من وراء عشرين طلاب أبنا ولا حولنا وجي مناديبه واليوم لا ذكرا ولا نبي ايش الطلعه هذه الله يهديك بنص بنص القصيده ما بتجيب اخر كلمتين لا هي المفروض البيت الثاني انا شر اللي يقول يا عين انا اشوف الصبر خير من منات مخيل اه الرزق بيدنا الولي والناس ما هي ناصحه دنيا تشوف بها العين دنيا تشوف بها العين فيما مضى خلص سعد اسلم 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 شوف لا ما هو بس الصوت ولا راح يتعبني اقسم بالله راح والله معك راح بنعزز يا اخي انا جايز لحق بالرفده بس مستحيل انك تضبطها لكن بجيبها على لحم من عندي حقه بالرفده ما نعرف قحطاني مستحيل احد يضبطها صوتي ولد الحق لا فيما مضى من تجارب الاولين وجهه نظر يجوز فيها الاتفاق والانقسام البيت الحالة هذا كثر مفرداته بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام الله اللي سكوته ساتره يمكن يعري هالكلام تعرف حقة اليوم؟ هذه حقة البردة؟ لا بس ما جاء في باللحن كلمات هي لا كلمات ضرب نلوش انا يا ابن الاجواد حسب ما مرني من تجارب الاولين ايه في ما مضى من تجارب الاولين وجهة نظر يجوز فيها الاتفاق والانقسام يلا الدور 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 عيد عطى دورك بعدين سعد بعدين ذا كذا خليها منظم طيب يلا اي شيء بعدين ايش ذا يلا يلا بدا سعد عبد الرحمن سعد خالد بعدين سعد بعدين محمد بعدين عبد الرحمن وانا يلا خالد روح يلا ايش هذا لو الشيطان عطنا عطنا زامل ما عندي شيء اقلب سعد على طول يلا يلا بيرجع لك يلا بعد سعد انا اقلب الشريط لا عطنا الحين يلا اذا انت حافظين قصيده يقول يلا بجيب لكم قصيده يقول لحنها انت بكيف يقول للود والمعروف ماني بجاحد شله نبيها ماني كلنا نجتهد احنا بكيفك يقول للود والمعروف ماني بجاحد
بس الخفوق أظن ما يعشق اثنين. السلام. القلب واحد والمحبة الواحد مرضى شريك اللي ولو في قلب. الله الله بن فطيس. يلا مشارك عشان ما أتفهم. بن فطيس أكيد. أكيد. ثقة. أنا إنسان من موجب. يلا أسأل صوتي يساعد ما زينه. إيه. ليه المساع عقاشق قوي وطبه وليه الهبوب تصاحي القلب لابات وليه القمر يدعي جريح المحبة ويقول لا يا هيه ما مات ما مات جرحك ظاهر لو قلت للواجه خبه ولا الحزن في ضحكك رسمو علامات وليه المطر بذات ريحه وصبه كأنه رسول بين الأحباب بذات أشتاق فيه لشوفتك وتنبه للي نسيته من مواقف ونظرات لست ناس الخاطر ذكر من يحبه ورجع يراجع فالوان أسا الله يا سلام صحبه يا ابو غنى ما قصرت عزل تسلم يا ابو جبت اللحن القرار واللي فوت كله عزت علي نفسي ونفسي عزيزة ما هي بترضى موقف الذل والهون الله جعل فيها الكرامة غريزة يكون في رأس الهرم ولا ما يكون يكون في رأس الهرم ولا ما يكون الله أكبر عليك الله عليك لو كملت على اللحن الأخير رأيي مسلم مسلم يا أكشن هذا شوف أكشن شوف حبيبي أنا والله دام كسرتي مفرح ماني بجيب بجيب قصيدة لحن أنا بجيب والله ما أدري يرضى وش اسمه ابن داء ولا ما يرضى تعرفون هالقصيدة حقت الهاجري سلطان تبغى شاير يجيل يا وجودي على الراحة ويا وجدي حالي ليت مالي مع الشعر ولا نشيد أهب يا هالزمان اللي غزاني الحالي كل يوم على الهاتف يجيني قصيد ذي معاتب حبيب وذي مشاره غالي ذي تخفض من السكر وهذي تزيد شودة وشينة كلها اجتمعت على هلح صوتك راح يا ولد تعرف أقول لكم يبون علاج 300 عطنا يا الهمور 300 ريال والله يا الهمور أنا متحمس بيدها لا لا بس نشوفكم هوامير نبيكم تصرفوا لا وين سوي بلاش كل علاج ابشر ابشر لا يقول لك العلاج لا تشرح بعد بنجي ليه ما في علاج انت يقول هذا ما له لا تشرب حار بس بدي اصرح بشيء اسلم اسلم من غير قصور بشيء ذي كله والله يا ابو سالم جلالك والله هذه بصوتك ما شاء الله تبارك الله جلالك في الجنه واللي افضل انك حط تيون طبيعي الله يسلمك شهادتي ما شاء الله شهادتك شهادتك وجهه نظر طول عمرك ابو حمد افضل صوت انت جلالك في الجنه
دون قصور ولا فرق. وهذا مو بس تنقاص من بعض المشاهدين، لا والله العظيم كلهم مشتمئين. شدتك لحالها ما شاء الله، وحقت شو اسمه الزرع كلها. الزرع هذه صالة، هذه صالة صالة. ليلة المفارقة، ليلة المفارقة. دور مفلح بس. اسلم خلاص مثل بطاقه ولا كرت ولا شيء. بس بس ما بس حرام عليك على ابنك يوسف. والله صوت الزيت انا انا واثق. لا تكاثر جايتي يا نظر عيني، الله اللي جابني لك وعناني. هسلم عطنا القصيدة. لا تكاثر جايتي يا نظر عيني، الله اللي جابني لك وعناني. ماشي درب مشوها المحبيني. اسلم اسلم بالمودة راجح اللي بميزاني. هذه عشان لا تمل. جيب 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 اللي تزن من لحنها وانا بن جدلان. وانا بن جدلان لا مي بلحنها لا مقارب لا وانا بن جدلان ما لا يا علا كذا في حول حول اي حول. أنا بن جدلان من لا يعلى كان في صدر دوا ثير صناي. ألعب المنكوش ألعب المنكوس وحب رضا. سلام سلام سلام. أسألكم وش كم تقريبا تسمعون الشيلات باليوم؟ انا عندي كم منشد يوميا ولا يوميا كم مقداره؟ الشرطه عليك الموت في الموتر في الموتر اذا قتلت يعني يوميا لازم تسمع. مو بشرط مو بلازم لا انا مسام الطريق خليني اشوف الاداره خلاص. غرفه مظلمه وائل لوحده لابس كفن نايم. لا مو نايم منبطح جالس جالس لا جالس 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 يا لا لا انا بقول لك اجلس يا وائل اجلس قم. انا لما ادخل عليك اقول لك اجلس اما انت اول شيء من البدايه تشوفني كذا وانت تقول فاهم علي؟ ايه طيب احلى صح؟ رمضان فيها وائل وائل يقول فيها وائل نايم ويقول منبطح. لا مو منبطح منسدح ظهره. ايه منبطح ظهره يعني نايم ينادي وش يقول؟ والله مو متعود على الظلام تكفون لا تخلوني والله انا ما يا أنا الله ايش هذا المكان؟ انا ايش سويت عشان ترموني هنا؟ لا عشان تحطوني هنا. انا ايش عملت؟ تروحون تخلوني عشان تحطوني لحالي تحطوني هنا لحالي في الظلام لحالي وحداني. والله ما تعودت أكون في مكان لحالي. والله في حياتي كلها ما جلست لحالي كذا خايف لحالي. تسعة دخول رجل أبيض. دخول محمد بلباس أبيض بلباس أبيض مغطى كاملا ووجه أبيض. يا خفاد تفضل تفضل حياكم. نادى اخوياكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مرحبا الف يا اهلا وسهلا. ما شاء الله شو الجلسه الحلوه هذه. سامحونا
جلسه فيها مصارحات وفيها والله جلسه ورشة عمل والله بالله اي والله ما شاء الله سبحان الله الخير عند اهل الخير والله جلسه نشتغل رئيس 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 البلديه ها الله يسلمك ما شاء الله الكينج انت يا مرحبا يا حياك الله السلام عليكم مساك طيب دخلت احنا والله شغالين عمل اسمه والله الله يسلمك الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مليون حياك والله ونعم الله يسعدك كيف حالكم ابو زين عسل طيبين ماشي امورنا تمام الله يسعدك كيف تحالك يا مرحبا حياك الله وائل خواجي كيف يا مكرم هذا مبرر والله ونعم والله ونعم اسم كرم ونعم اسم كرم كيف الله يطول عمرك يا رئيس البلديه ما شاء الله تبارك الله الله يسلمك يا مرحبا مليون اهلا وسهلا ومشورت عندنا الله يسعدك ما اشتعل جنبي هنا وائل الخواجي كيف ايامك حيا الله الابطال كيف حالك يا رئيس البلديه يا ربي لا لا انت نادي الشباب كلهم الله لا يهينك يا مخرج اعطنا فاصل بعد الفاصل ان شاء الله نرجع مع الشباب ومع ضيوف ثواني مع الجمهور جميعا يا مرحبا استريح هذا البرنامج برعايه فدراسي ديك